صلوات الله وتسليماته عليك. اتقوا الله في النساء. يا الله ما انساش النساء برضه. اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامانه الله واستحللتم فروجهن بكلمه الله. اتقوا الله في النساء. النساء ضعاف ضعاف. لذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ينسوهمش في حدث الوداع ذكرهم ان احنا نتقي ربنا فيهم. نعملهم بالايمان بالدين بالحسنى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا الست دي هي اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمت بيها واكرمت باولاد بنها واكرمت بزوجه صالحه. ده انت وصولك تشكر ربنا الصبر كل يوم على الاقل راح تدي شكر لله. تحمد ربنا وتعملها بالحسنى وبما يليق بكلمتها لان عهدك في الاسلام قبل ان تكون زوجتك. فالانسان مننا اتقوا الله في النساء. انتوا استحالين الفروج بتاعتهم بايه؟ بكلمه من عند ربنا. خدتهم بامان من عند ربنا. يقول امانه وديعة عنده. دي امانه في رقبتك هتتسال عنه. الامانه دي هي ربنا يسالك انا عملت معاها ايه؟ علمتها الصلاه، علمتها الايمان، خليت ايديها تبقى طويله في الصدقه وفي الزكاه، ولا علمتها البخل، وعلمتها بر الناس، وعلمتها انها تبعد عن ربنا، وما تقراش قران، وعلمتها كل حاجه مش كويسه، ولا علمتها كل يوم تقرا جزء من القران؟ ولا علمتها تصلي ركعتين لله في جوف الليل؟ ولا علمتها تبص على جيرانها وتوصل للارمله والفقيره وتديهم من عند ربنا؟ علمت مراتك ايه؟ عشان بنتك بكره وبعده تطلع تبص لامها وتعمل زيها. عوان عندكم. دول عوان. دول فقراء غلابه عندكم. اتقوا ربنا فيهم. الا وان لكم عليهن حقوق ألا يوطئن فروشكم من تكرهون. ما يدخلوش بيتكم اللي انتوا تكرهوه. وما يقعدوش حد جوه البيت حد انتوا برضه مش عارفينه. ده حقكم عليهم ده ان هم يطيعوكم في كل الامور الا الشرك بالله. يبقى الزوجه تطيعك في كل امر من امور الحياه. طالما في استطاعه كده يبقى تطيعك. ما تعصيش. إن عصت غضب عليها المولى جل وعلا وغضبت عليها الملائكة ولعنتها حتى تصبح حاسبي. يقول لها كده فيه. إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها كل ده حاسبي. ده لو عملت كده بس تدخل الجنة. ده اللي بتموت وزوجها راضي عنها تدخل الجنة. اللي بينام زوجها غضبان عليها الملائكة بتلعنها. فالواحد يقول لها يا حازم انا ليا حق عليك. واحد اثنين ثلاثه علمهم. ولهن عليكم حق ان تكسوهم وان تطعموهم وان ترزقوهم. تخلي بالكم معاهم. مش انا اجيب والبس واعمل واتعطر وهي لا. انا اكل واشرب مع اصحابي برضه واجيب واجيب واصرف واعمل وهي لا. ما ينفعش. اجيب انا واتزير واعمل كذا وكذا وهي لا. اللي بتاكل منه تاكل هي منه. واللي بتشرب انت منه تاكل تشرب منه. اللي بتلبسه انت تجيب لها برضه بنفس القيمه زيك. طالما ربنا اداك ووسع عليك يبقى لهم حق وعليهم حق. ادي اللي عليك عشان تاخد اللي ليك. ادي الواجب اللي عليك تجاه زوجتك عشان تاخد اللي ليك. منها. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى في يوم عرفه اليوم الطيب المبارك ده ما تنسيش فيه النساء. اليوم الطيب يوم عرفه ده الذي يقول فيه المولى جل وعلا في كتابه العزيز فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبل لمن ضالين.